بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. إخواني في الله، جاءنا أمس بشرى للعجائز وكبار السن. من يعرفه؟ ما هو آية؟ ما هي آية بشرى؟ إذا لا، هذا ما هو البشرى. ثم رددناه أسفل سافلين. ما هو البشرى؟ إيش فيهم؟ لهم أجر غير ممنون. فأين وجه الدلالة؟ أين البشرى للعجائز وكبار السن الذي ذهب قوته وذهب عقله وضعفه؟ أنا بموسى إذا سافر العبد نعم مرض نعم كتب له من الأعمال ما كان يعمل. لهم أجر غير ممنون. معنى غير ممنون؟ غير منقطع. غير منقطع، غير مقطوع. Those هو elderly، لو كان في شبابه يعمل الخير، في عجزه وكبره يؤجر وعلى الفراش. نعم. Those who when they were young they used to do obedience, acts of obedience, when they become elderly, they are going to have the same reward. فَمَا مَعَنَا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. عندك يا سليمان؟ نعم. عرض للعمر. نعم. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كيف الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يرد إلى أرض العمر؟ هل يذهب عقولهم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يذهب عقولهم؟ نعم، يذهب عقولهم ويعجزون. فما معنى إلا؟ بمعنى ولكن، هو استثناء منقطع. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يهمهم، لهم أجر غير ممنون. نعم، لا يقدر أن يحج ويعتمر ولا يقدر يصوم، ممكن لا يقدر يصلي، ممكن لا يعقل، ممكن ينسى. Now maybe he forgets, maybe he can't walk, maybe he can't talk. هل يصيب كبار السن النسيان؟ هل يعني يصيبهم السهو في الصلاة؟ يصيبنا. ما عليه، ما عليه، الله له أجر غير ممنون. بشرى، بشرى. أنت فهمنا هذه الآية يا إخواني؟ نعم، باقي لنا آية اليوم. الله سبحانه وتعالى يقول فما يكذبك بعد بالدين. هذه سورة عظيمة عظيمة. نقرأ هذه الآية. فما يكذبك بعد بالدين يبين أن المراد بأسفل السافلين ليس نار جهنم، ولكن أسفل السافلين بمعنى ماذا؟ أرض للعمر. لأن في هذه الصورة this ayat here it proves the meaning of أسفل السافلين and that it doesn't mean that they're in the bottom of the hellfire, but it means that they're elderly age where they become senile, weak and incapable. يعني هذه الآية، هذه الصورة مكية حجة على الكفار. This surah, Allah sent it down as proof on the disbelievers. الذين ماذا؟ ينكرون البعث. فيريد أن يدلل لهم على شيء يثبتون ويعترفون. نعم. هو أن ابن آدم خلق من ماء مهين، والله يعني خلقه في أحسن تقويم. من ماذا؟ من نطفة وعلقة ثم مضغة ثم يخرجه طفلا ثم ليبلغ أشده. الله خلقه هكذا، من ينكر هذا؟ ولا أحد. Allah made him first sperm, then a blood clot, then flesh. Then brings up as a child. He's drinking. He's being breastfed. قضاء الحاجة يحتاج يعتنى به. Then he gets up. He's old. He can do all these things on his own. والله سبحانه وتعالى يقول ومن نعمره ننكسه في الدين. في الخلق، يعني في الخلق ينكسه في الخلق. هذا معنى أسفل السافلين.
Whoever would give him a long life, we send him back down. بعد أن كان يتكلم لا يتكلم لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يا ليت أنت معنا هنا هذا حدث هذا معنا أسفل السافلين. نقرأ ماذا قال إمام الشنقيطي في هذا، هو كلام طيب. فما يكذب، قال رحمه الله تعالى، فما يكذبك بعد بالدين، أي بعد هذه الحجة الواضحة وهي بدء خلق الإنسان وتطوره إلى أحسن أمره. After what makes you reject after this؟ وما يكذبك بعد، ما يجعلك تكذب بعد هذه الحجة، بعد هذه الحجة بالدين، أي بالجزاء وبالحساب وبالبعث. الدين هو الحساب، هو الجزاء. يا عمار أنت معي، ما يجعلك تكذب بهذا الشيء بعد؟ ما معنى بعد؟ بعد هذه الحجة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. بعد هذه، يا سامت ما أنا يا سليمان، يعني بعد هذا كيف تكذب؟ نعم. قال وهي، يعني بعد هذه الحجة، إيش هو الحجة؟ الحجة الواضحة، هي بدء خلق الإنسان وتطوره إلى أحسن أمره. Now Allah subhanahu wa ta'ala creates insan and he brings him stage by stage by stage to the best of his situation and hal and condition. Thumma radduhu ila ahat darijat al-ajiz asfal al-safilin. And then he brings him back down to the lowest of levels where he's incapable. Asfal al-safilin. Qala rahimahullah. Hadha huwa al-mushahidu lahum يحتج به عليهم. هذا الذي هم يشهدون ويعترفون. الكفار، كفار قريش، they admit this, they recognize this. هذا مشاهد، they recognize that. أما قال رحمه الله، أما رده إلى النار، أما send him to the hellfire، فأمر لم يشهده ولم يؤمنوا به. They have a witness that they don't believe in it. They don't even believe in it. قال فلا يصلح أن يكون دليلا يقيمه عليهم. It's not suitable to use the hellfire as a دليل for them to confirm the بعث. يا سام أنت معي، لا تفعل هذا بيبي، ما فهمت؟ قل لا. نعم. قال فلا يصلح أن يكون دليلا يقيمه عليهم، لأن من الشأن الدليل. You cannot use the hellfire for proof that they're going to be raised up يوم القيامة. They don't believe in Yawm al-Qiyamah al-Ba'ath, and they don't believe in the Hellfire. So how can you use the Hellfire to prove that they're going to be that they're going to be raised at Yawm al-Qiyamah? You can't use it. Allah, لأن من شأن الدليل, what the فائدة, the proof, the منفعة, the benefit of دليل, أن ينقل من المعلوم إلى المجهول. يثبته على شيء. Take him from something he knows well, get him to affirm it, and then admit it, and then get him on that what he's not aware of. Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. فهم يعترفون بالنعمة. نعم. Oh mankind, ما قال يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. Remember the ni'mas of Allah upon you. لو سألت أكفر كافر، the worst of them. عينيك نعمة ليس بنعمة. رئتك، ركبتك، إبهامك. يا هزام أنت معي. صدقني والله أسلم نعمة. الله سبحانه وتعالى يقول اذكر نعمة الله عليك. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا شيء يعترفون. سيقول لا، ما في خالق غير الله. نعم. يعني يثبت هذا لهم. هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. كأنه لا خالق إلا هو. لا إله إلا هو. يا أخانا فهمنا هذا. يا أخانا أنت فهمت هذا؟ لا تقول فهمت تماما. أثبت عنه خالق واحد
أنه الرازق وحده وهم يعترفون بهذا؟ إذا لا معبود بحق إلا هو. يا عم محمد فهمنا هذا؟ أثبت الذي هو معلوم لكي يثبت الذي هو ينكرون. Now you have to affirm what they confess about. If you get them to confess that, then ask them about what, why they yunkir. فقال هل من خالق غير الله يرزقكم يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. كأنه لا خالق سوى ولا رازق سوى. لا إله إلا هو. ثم يوبخهم فأنا تؤفكون فأنا تصرفون. يعني هذا توبيخ على عقلهم. How you turned away. كيف لا تفهم؟ كم من الآيات الله يقول أفلا تعقلون؟ يعني يكون سؤال ثم توبيخ. نعم. فالسؤال هو من أجل أن يثبت الربوبية. يثبت الذي هم يعترفون به. نعم. طيب فيقول هنا ومن شأن الدليل أن ينقل من المعلوم إلى المجهول والبعث هو موضع إنكارهم. The way that the position of دليل is to take them from something that they admit to and that they recognize and bring them closer to something that they deny, something that they're not aware of. He said والبعث هو موضع إنكارهم. The resurrection, this is what they deny. البعث, the resurrection والحساب, they deny it. قال فلا يحتج عليهم لإثبات ما ينكرونه بما ينكرونه. Again, فلا يحتج عليهم لإثبات ما ينكرونه النار بما, يعني البعث بما ينكرونه يعني بالنار. ما يدلل عليهم بالبعث بالنار. ينكرون هذا وينكرون هذا. نعم. فهذا هو الصحيح في هذا الآية. قال القرطبي في معنى هذه الآية فما يكذبك بعد بالدين, أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم وأنه يردك إلى أرض العمر وينقلك من حال إلى حال, فما حملك, ما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء وقد أخبرك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل واضح. The meaning of this verse is if you recognize, if you admit, O kafir, that Allah created you in stages by stages from sperm, was nothing. من ماء ألم نخلقكم من ماء مهين. من ماء لو كان على ثيابك يعني غسلت. This sperm, if it was on your hand or on your clothing, you would wash it off. It's from nothing. If you recognize that Allah put you up from ماء مهين إلى ما شاء الله بشر عاقل. He created you from sperm, a despicable liquid that you don't even want on your hand. To an honorable, upright individual. عاقل, you speak, intelligence. نعم. If you recognize that, then he sends you back down to the oldest of age and he changes you from one condition to another condition. For what makes you reject the resurrection? If this is possible, that's possible. وهكذا يقول أهل العلم في هذا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فما يكذبك بعد, عفوا, فما يكذبك يعني ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء. ما معنى بعد؟ يعني بعد هذه الحجة. بعد هذه الحجة ما هي الحجة؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. What makes you reject after this ayah? After this sign. نعم. وقد علمت البدعة وعرفت أن من قدر على البدعة هو قادر على الرجعة. يعني كلام معقول. نعم. You know that the one is created who is able, he's able to start this creation from nothing, he's able to bring it back. فنقرأ هذا تكمل هذا الدرس في آيات يدل على هذا. يا إخواني في الله,
نحن مقصرون في إثبات الحجة وإقامة الحجة على الكفار، لأن قد انشغلنا بأنفسنا. We are so far behind and so deficient in explaining these things to the disbelievers so they can accept Islam. We are so deficient. يعني واحد يسلم على مشهد، على ما رأى بس. نعم. Well, I can't just accept Islam when he sees the Muslims. يأتي ويحتاج شرح. يحتاج ما في أحد بحب شرحة بينة دعاء. نعم. Nobody goes to them, explains to them religion, does anything and explains and speaks to them about Islam. هو يرى نور. يرى يعني عزة. يرى شرف. يريد مثل هذا لنفسي بس. نعم. He sees honor and dignity. Nobody explained to him Islam. He just seems like, oh, look at them, look at their women, look at them. كان صاحبي في مكتب البريد مع زوجتي، والعامل في المكتب البريد كان ينظر إلى أهلي، ينظر إلى أهلي، وهو كان يظن إذا وصلت هناك سأحتاج أضرب الرجل. نعم. The man kept on looking. The worker at the post office kept on looking at his wife. Kept on looking. فلما جاء دوره، when his turn came up, الرجل قال ما أستطيع أشوف شيء من أهلك. لو ليس النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ما كان مشكلة في الدنيا. هو يثني عليها. نعم. هو يتعجب. نعم. يعني تأثر من الحجاب، الجلباب، الحشمة وكذا. نعم. He said I can't see anything from your wife. It's kafir. نعم. He said, if all the women just like that, there would be no problems in the world. After that, God, now be back. No, I'm kathir. Like I shahid في ذكري هذا نحن مقصرون إلا بمشاهدة. المشاهدة أسلموا ليس على البينة. نعم. They just from recognizing, looking and seeing. نعم. طيب الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحوال عليه. كيف؟ نعم. He's the one that started the creation and he brings it back. Bringing back is easier. اسمع. الله سبحانه وتعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما كان عندك اسم. Hasn't it come upon mankind a time he was nothing even mentioned. هل أتى بمعنى قد أتى. نعم. It has come across a time mankind was nothing even mentioned. No name. لا ليس لك وزن. لا قام. لا طول. لا أرض. لا لون. You didn't have a name, a size, a shape. A color, a weight. نعم. ثم حصل لك بعد هذا نعم. You have eyes. جهاز الهضمي. جهاز النفسي. نعم. You had nervous system. A respiratory system. Digestive system. Knees. Fingers. وفعلت أعمالا. وعطيت أرزاقا. كيف. نعم. You did actions. ترك آثار. You left a trail behind. فعلت أعمال صالحات. وفعلت سيئات. You did bad deeds. You did good deeds. People harmed you. And you harmed other people. لابد من جزاء. لابد من يعني نتحاكم. نعم. But it's easy for Allah to bring us back. You are nothing. نعم. فأي واحد. Anybody. أي واحد يعترف. أن الله خلقه من ماء مهين لا يمكن أن ينكر أن الله قادر بس نريد أن يثبت حال الله قادر بس we just want to get admittance from the kuffar is Allah capable is he capable there's no way that somebody who says Allah created him from sperm that he's incapable If he's capable, لو كان قادر، لو كان قادر، أتاق بصر، ما شكرته، أتاق لساني، ناطق، أتاق أبوي، أتاق ما، أتاق صحة، هو مجان، ها هذا الذي يجعل الناس تفكر، نعم، نعم،
الله سبحانه وتعالى يقول انظر إلى هذا السؤال، السؤال يعني يجعل واحد يتدبر. نعم. وهو سؤال جوابه واضح موجه للكافر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني في اليوم القيامة؟ ما يجي قال ما أظنه. Is it the one who created the heavens and the earth? Isn't he able to create the likes of them يوم القيامة and bring them back alive? He created the heavens and the earth. He created mankind. Isn't he able to bring them back? It's a question. لابد من جواب أو أقل شيء تفكر. You have to answer, or at the least you can just think about it. Like, well, no, هو قادر. أقل شيء هو قادر. The least you can say that he's قادر. Allah سبحانه وتعالى قال بلى بلى هو الخلاق العليم. ما هو مجرد خالق وحليم. الله سبحانه وتعالى يقول أفعينا بالخلق الأول؟ سؤال من ينكره؟ لا، قد خلق، ما هو كان عاجز، يعني الوعي هو العجز. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هذا يعني السفه. نعم، هذا يدل على يعني عدم الفهم، عدم العقل. نعم. Were we incapable of the first creation? Were we incapable? Well, I created mankind from ma, from ma. Created that tall man from ma. And they're confused about the resurrection? Does that make sense? Yeah, إخواني. هل يمكن؟ يعني هل يصلح؟ ما لا وجه. هذه قوة قوية. هذا حجة الله. هذا قوي، ما أحتاج، هذا معقول. It's just common sense. من ينكره؟ أفعينا بالخلق الأول؟ هو سؤال، السؤال يجلب تدبر. يقع في القلب. The question, when is the question that you contemplate? It falls into the heart of the listener. بل هم في لبس من خلق جديد. They're confused about a resurrection. Okay. Nah. والله سبحانه وتعالى يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما معنى سدى؟ ما معنى سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك؟ Does mankind think he will be left سدى؟ مهمل للعب لا يؤمر ولا ينهى. قال الإمام الشافعي. Does mankind think he would just be left alone? He has neglected. He has no purpose. He's not going to be commanded. He's not going to be prohibited. He's just going to be left. مُفْمَعَ. And if على ما شئت. If على ما شئت. Do what you want in this world. يُتْرَكْ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ يُتْرَكْ عَبْدًا. He just is born. He's given eyes. He's given parents. He's given homes. He's given food. He's given all these ni'mat fingers. His neck can turn. He can do all that. And he's مَا جَعَلَهُ حرك أنت حر. قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم أن يترك زكلك أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني يمنى خرج من أبي. نعم. Wasn't he just a piece of sperm that came from his father يمنى؟ ثم كان علقة فخلق سوى. Then he was an alqa and Allah created him and then he fashioned him for them. فجعل منه زوجين الذكر والأنثى. الله سبحانه وتعالى يسأل أليس ذلك الرب الذي خلق هذا أليس ذلك بقادر؟ من يمكن؟ من يقول لا؟ من يقول لا؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ He created from نطفة حلقة and did all these things. Isn't he capable to bring the dead back alive? Isn't he capable? Just capable. هذا الذي يريد الله أن يثبت. هل عنده القدرة بس؟ إن قالوا نعم فالله قد أعطاه أبويك وأعطاه بص وأعطاه الصحة والفهم والعقل والكلام. لابد أن تشكر. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
فبارك الله فيكم. Don't they see? Don't they see that Allah is the one who created the heavens and the earth? ولم يأي بخلقه. It wasn't difficult for him to create this. It wasn't hard for him to create it. Don't they see that he's capable of bringing the dead back to life? كل هذه حجج تجمع. والله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة قد قرأناه: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. الله سبحانه وتعالى يقول: إن كل نفس عليها حافظ. ما معنى هذه يا إخواني؟ هزام عندك. إن كل نفس لما عليها حافظ. على كل نفس حافظ. ما معنى حافظ؟ الملائكة يكتبون الأعمال. الملائكة الأعمال الحسنات والسيئات. الحسنات والسيئات. Every soul definitely has malaika writing the good deeds and the bad deeds. If that's the case, Allah says, if that's the case, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ. بمعنى سيكون يوم القيامة. سيكون القيامة. نعم، إن كان هناك مالك يكتب الحسنات والسيئات من أجل الجزاء. فلما الله سبحانه وتعالى قال إن كل نفس لما عليها الحافظ، قال فلينظر. فل يعني من أجل ذلك ينظر الإنسان مما خلق. يعني خلق من ماء دافئ. خلق because of that. That there's an angel writing down the good deeds and the bad deeds. That everybody look and contemplate what you've been created from. Look at this. Think about this. خلق من ماء دافئ. He's been created from sperm. Yet the dafak comes out by force. نعم. خلق من ماء دافئ. يخرج من بين الصلب. يعني صلب الرجل. والترائب المرأة. نعم. From the back of a mother and from the stomach of a woman. Allah سبحانه وتعالى يقول إنه على رجعه لقادر. نعم. إنه على رجعه يرجعه قادر. نعم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يثبت للكافر قدرته. هذه الدرجة الأولى. نعم. ثم إذا اعترف الكافر أن الله قادر. If the kafir, Allah wants to affirm the kafir that he's capable. If he affirms his قدرة, his capability, يذكره بنعمته. Reminds him of the نعمة of Allah that he has upon him. الله سبحانه وتعالى يقول وننتهي بهذا. وما خلقكم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كل الناس كلهم نعم خلقكم. نعم الله خلقنا والبعثنا يوم القيامة. And raising his back up, he does it all them like he does one soul. My people, عند الله. It's no difference. As he just do one soul, he does all the souls. قدرة. نعم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس وإني بالسهولة ليس بشيء ليس بشيء. كيف ينكرون هذا؟ كيف يتعجبون؟ كيف يشكون؟ The creation of all of you and the resurrection of all of you is just like one soul. Creating it and resurrecting one soul. إن الله سميع بصير. هذا درسنا الليلة يا إخواني. انتهينا من هذه السورة. الله سبحانه وتعالى في آخر يقول أليس الله بأحكم أليس الله بأحكم الحاكمين. هكذا آخر آية. يعني أن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسنين بالخير ويجازي المسيئين بالشر. أليس الله بأحكم الحاكمين. Isn't Allah the best of judges? Those who do good, He rewards them with good. And those who do bad, he rewards them with bad. Isn't he the best of judges? هذه السورة. الله سبحانه وتعالى ينفعنا به. This is the surah that we looked at, Surah Tatin. We took it a couple of days consistently just to finish it. May Allah make it beneficial to us. SubhanAllah, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.